البحث عن منفذ بحري والحرب في إقليم أمهرة ضد ماليشيا فانو وتفاقم حالة النزوح بسبب صراعات متفرقة ضمن تحديات تظل ماثلة أمام الحكومة ولجنة الحوار الوطني المستقلة التي أخذت على عاتقها مسألة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والتعاون في بناء الدولة والحفاظ على سيادة البلاد. هناك من يقول لماذا نحتاج إلى لجنة حوار وطني في ظل مثل هذه التحديات الاقتتال، وهناك من يرفعون السلاح في وجه الحكومة وإلى آخره، ألا يجب أن تحل هذه المشاكل ومن ثم نذهب إلى الحوار؟ ولكن أرى عكس ذلك كشخص أو كمساهم في عملية الحوار الوطني وكعضو في مفوضية الحوار الوطني. هناك قناعة بين المكونات السياسية كافة بأهمية الحوار الوطني بحسب مراقبين، وتأتي الحكومة الإثيوبية في مقدمة المنادين به. ويبقى السؤال، ما هي انعكاسات الحوار الوطني على الساحة السياسية في المدى القريب وعلى تفاعل الأحزاب المعارضة مع الخطوة لأجل معالجة الخلافات الوطنية المتوارثة مع الاعتراف بالنزاعات والعمل على حلها؟ الحل الوحيد لمشاكل أثيوبيا حاليا هو أن ندخل في حوار جاد وطني شامل لا يستثني أحد، سواء كانوا من يحملون السلاح أو من كانوا في المعارضة أو من هم في الخارج. أيضا أبناءنا في المهجر سيساهمون في الحوار الوطني. الحوار الوطني في إثيوبيا أيضا يأتي كاستجابة للتوجه نحو سلام قومي شامل، وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أعلن عن حوار وطني خلال ظروف الحرب الماضية بين الحكومة وجبهة تيغراي بهدف التوصل إلى حلول تخص الموضوعات السياسية التاريخية والحالية. بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها إثيوبيا على الصعيد السياسي والأمني، يبقى دور لجنة الحوار الوطني مهما في نبذ العنف والحد من النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في البلاد، ما ينعكس إيجابا على جهود التنمية التي انتظمت في البلاد. حالي يحيى، التي عربي، أديس أبابا.